لاحظ، أنا الإنسان صاد. بعد 16 سنة غربة اليوم دوركم تعيشوا نفس القلق يلي أنا عشته. كنت صغير وطلعت أعيش برا على أمل إني أشتغل وأعيش أنا وحبيبتي. قصدي مرتي المستقبلية، لأنه الحب عندنا حرام. وبتعرفوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، بس ما كنتش أصدق هذا الحكي. أول يوم بتكون خايف بأوروبا، بعد مدة بتتأقلم بتتعلم اللغة، بعدين بتصير جزء من البلد. لأكثر من 3 سنوات برنلها وبتردش. الواضح إنه قصتي قصة حب تقليدي أو قصة فشل. في الآخر فهمت إنه أهلها زوجوها أو انخفت من الأرض، ومن يومها راسي مليان كوابيس أشباح بعرفهاش، علقت بصوت الساعة وزوامير السيارات، في صوت الغسالة، ولما بسكر باب البيت، ولما باجي بدي أنام، ولما بشوف طيارة سفر بتمشي عكس وين أنا رايح. القلق هو كلها تشهد كل الذين لم يحالفهم الحق كانوا